السلام عليكم، حياكم الله جديد في مقطع ثاني. نايم سينسا معكم، رجعنا لكم في مقطع جديد، واليوم راح نتكلم شوية عن أنثم. طبعا باقي يوم واحد على الإصدار الرسمي للعبة أنثم على الكونسول وعلى البي سي، وأنا صراحة متحمس، وأنا عارف أن أغلبكم متحمس على اللعبة هذه. قبل ما أدخل في تفاصيل المقطع، حاب أذكر أنت مشاهد جديد حاب تشوف مقاطع أكثر، يا ريت ما تنسى زر الإشتراك، ويا ليت تقدر تنشر القناة في مواقع التواصل الاجتماعي، أكون شاكر لكم صراحة. معلومة بسيطة بس، إذا أنت شاري أنثم بري أوردر حاليا موجود أبديت للعبة، فتأكد أنك تحمل الأبديت قبل ما يجي موعد الإصدار أو موعد تشغيل اللعبة، فتأكد أنك تحمل الأبديت قبل كذا. طبعا ممكن البعض يتساءل كيف أبديت اللعبة أصلا ما نزلت. اللعبة في ناس قدروا يلعبوها، اللي عنده EA Access أو حساب بريميوم في أوريجن يقدر يلعب اللعبة هذه لمدة معينة على ما أظن 10 ساعات أو حاجة زي كذا. ما ادري اذا اهل البي سي يعني يلعبونها على طول، لكن في الكونسول عندك 10 ساعات تلعبها قبل موعد الاصدار الرسمي. فاذا عندك اي اكسس ولسه ما جربت اللعبة، ادخل وجربها. طبعا انثم راح يكون شيء اساسي في القناة هذه ان شاء الله، صراحة انا متحمس مرة على اللعبة، وقبل لعبت الديمو لعبنا مع بعض وتكلمت عن اللعبة هذه بشكل عام وانطباعي الشخصي عن اللعبة هذه، فشيك على المقطع اذا حاب تشوفه. طيب اكيد انت متحمسين على انثم زي ما انا متحمس، ففي نصائح قالها واحد من المطورين اللعبة هذه شخصيا على حسابه في تويتر. طبعا في اشياء مهمة لازم تكون انت على داري عنها قبل ما تلعب انثم، انه انثم صراحة راح تكون لعبة متجددة، يعني دائما ما راح يكون فيها اشياء جديدة. فهذه بعض النصائح من واحد من المطورين. اول نصيحة انه لازم تتابع حسابهم في تويتر، حساب انثم او حساب باي وير، عشان تشوف ايش جديد وايش يعني راح يحصل، انه في ايفنتات راح اتكلم عنها بعد شوية، ايفنتات وتحديات تيجي من فترة لفترة، والمصدر الوحيد علشان تعرف هذا الشيء هو من حسابه لما تتابعه. طبعا اذا انت يعني مثلا عندك اللغة الانجليزية ضعيفة وكذا، لا تشيل هم، ان شاء الله راح انزل اخبار انثم اول باول في القناة، في حسابي في الانستغرام وفي الديسكورد. سويت سيفر ديسكورد اذا حاب تنضم معنا، فتشرف لي بوجود. طبعا السيفر متخصص بانثم، يعني سواء عندك سؤال، عندك نقاش، عندك حاجة تفيدنا او حاجة تشاركنا، فتفضل معنا في الديسكورد وشرفنا بوجودك. واحدة من النصائح برضو اللي قالها انه لازم لما تلعب انثم في تحديات راح تكون يومية وتحديات اسبوعية، فحاول تكملها على طول. هذه واحدة من نصائحهم. ومن فترة لفترة راح يكون في ايفنتات جديدة، يعني الفري تو بلاي، المود الفري لما تطلع كذا اكسبلور في العالم تتمشى وكذا، راح يكون في ايفنتات من فترة لفترة، في يعني من تواريخ محددة في وقت محدد راح تيجي هذه الايفنتات، اسبوعيا شهريا على حسب كلامهم يعني، بس احنا كل ما لك انك تتابعهم وتنتبه. هذه ايش فائدة التحديات هذه؟ صراحة واحدة من الاشياء اللي حاليا، بس واحدة من الاشياء اللي راح تكون فائدة وذكروها، انه راح تكون في تحديات، والتحديات هذه يكون فيها مفاتيح. تمام، المفاتيح هذه تفتح صناديق اسمها فانيتي، صناديق الفانيتي. ايش في الصناديق الفانيتي هذه؟ صناديق الفانيتي يكون فيها اربع اشياء رئيسيه. اول حاجه سكنات، ثاني حاجه يكون فيها الوان. السكنات طبعا الالوان كلها للاله تبعك، هنتكلم اكيد انثم نتكلم على الجافلينز او الاليين اللي تركبهم. سكنات اول حاجة، ثاني حاجة الالوان، ثالث حاجة الايموت اللي هو الحركات اللي مثلا رقص او حاجة زي كذا، ورابع حاجة وهي شيء مهم جدا اللي هو الكرافتنج ماتيريال، اغراض اللي تسوي فيها كرافت راح تيجي من الصناديق هذه. طبعا الصناديق هذه ما تحصل في الفري تو بلاي، لا، انت لما تلعب فري تو بلاي تكمل تشالنج او تحديات معينة عشان تحصل مفاتيح. اذا كان تذكروا انثم راح تكون اربعة يعني اشخاص يلعبونها في وقت واحد، يعني السكواد من اربعة اشخاص. طيب انت لما تخشوا اخوياك في التحديات هذه، كل واحد راح يحصل منكم مفتاح، يعني يكون عندكم اربع مفاتيح. الصناديق وين تحصل بالضبط؟ الصناديق تحصلها في السترونج هولد. السترونج هولد اللي هو اذا كان تذكرون ديستني، هو زيه زي النايت فول او السترايك، يعني يكون مهمة كذا معينة ويكون نهايتها، طبعا مهمة تكون صعبة كذا شوية وفيها صعوبات مختلفة، ايزي هارد نورمال. في انثم عندنا جراند ماستر 1، جراند ماستر 2، جراند ماستر 3، يعني كل ما زادت الصعوبة كل ما تحسن اللوت فيها. انت لما تدخل مع اخوياك في السترونج هولد وتكملوه،
في نهايه السترونج هولد راح يكون في الفانتي، الصندوق الفانتي هذا، وتبدون تفتحونه. طبعا كل ما زاد عدد التيم معهم مفاتيح اكثر كل ما تحسن اللوت، يعني راح تحصلون مثلا انتم بس فريقكم عندكم مفتاح واحد، خلاص راح تحصلوا صندوق واحد، مفتاحين، صندوقين، ثلاثه مفاتيح، ثلاث صناديق، واربع مفاتيح اللي هو الاكثر، وراح تحصلون اربع صناديق ويكون فيها الاشياء الحلوه هذه. وهذا الشيء جميل صراحة، يعني يحاولوا يربطوا الفري بلاي بالسترونج هولد والمهمات اللي زي كذا، يعني يعني يعطونكم متعة انه مو بس انك خلاص انا اروح فري بلاي بس علشان اتمشى وعلشان استكشف، لا، علشان اكمل تحديات راح تيجي من وقت لوقت. فاتأكد انك تتابع حسابي في الانستغرام والديسكورد علشان تشوف متى الايفنتات هذه راح تيجي بالضبط. اخر حاجة اللي متكلم عنها هي الليجندري كويست. طبعا في انت لما تلعب الانثوم في طور قصة شيء اكيد، وفي مهمات اساسية تلعبها كطور قصة. طيب المهمات الاساسية هذه جوها مختلف شيء اكيد، يعني يكون فيها سينماريك، عروض سينمائية، او مثلا مهمة خاصة، يعني اشياء تكون فيها اشياء على حسب كلام اللي لعبوا اشياء رهيبة. طيب ايش سووا هم؟ راح يكون من فترة لفترة في مهمة من المهمات راح تيجي بس تكون ليجندري، يعني تكون صعوبتها اقوى ويكون فيها اشياء مختلفة، يعني مو نفس المهمة اللي لعبتها بالضبط، هي اساسية، اساسيات راح تكون موجودة لكن فيها شوية اضافات، فيها شوية صعوبات، مثلا وحوش جديدة وحاجات زي كذا، وفيها راح يكون لوت كويس ويستاهل. فشيء جميل انه يعني تعيد تجربة مثلا انت لعبتها كتختيم بس بطريقة ثانية وطريقة اصعب فيها تحدي اكثر، فاشوف انه اضافة صراحة رهيبة. وهذا دليل على ان باي وير صراحة في عندهم افكار جديدة، ما جابونا اللعبة يعني نسخ وطبقة من ديستني نفس اللي راح يكون فيها تكرار وحاجات زي كذا، لا، اشوف انه في افكار جميلة وجديدة وان شاء الله انه راح نستمتع فيها. طبعا ان شاء الله بكرة راح نبدأ ننزل انثم اول ما تنزل ان شاء الله، فانا صراحة متحمس. اكتبوا في التعليقات ايش رايكم، يعني ايش الانواع الفيديوهات اللي حابين تشوفوها، يعني تختيم، شروحات، او اشياء ثانية، اكتبوا في التعليقات صراحة رأيكم صراحة يهمني كثير، فاتمنى انكم تتجاوبوا وتتفاعلوا معي. هذا كان كل حاجة اليوم في المقطع البسيط هذا، فأتمنى أنه فادكم صراحة، متحمس وما أقدر أصبر أكثر من كذا، لكن الله يعين ما علينا نصبر. كان معكم نايف سينسي، وأشوفكم إن شاء الله في مقاطع ثانية على خير. السلام عليكم.